روح فرنسا. وعبد الرحمن من فرنسا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبد الرحمن منين يا عبد الرحمن؟ نعم. من اي بلد؟ انا من المغرب العربي، يعني من المغرب بالضبط، المغرب الاقصى. ايه رايك فيما حدث بالامس في الجزائر؟ انا هنيئا للاخوان، اخواني الجزائر هنيئا لهم، لكن وصلوا نصف الطريق. الان لا يثقوا بالجيش، لا يثقوا بالنظام القديم، لان وصلوا لنصف الطريق. حذاري حذاري حذاري، يعني كاين امور حيال، هذه حيال وهذه نصب ينصب ينصبوا لهم امور، ما يعني بلا ثقه في الجيش. نعم. اذا دي نصيحه من باب التنظير ولا من باب الحرص والمحبه للشعب الجزائري؟ نعم. طيب اشكرك جدا عبد الرحمن، مش سامعني.